بونجور، كيف حاسين حالكن؟ أقوى؟ أحسن؟ يلا إن شاء الله عطول كل هالنهار. يقال بعض الناس اللي بتلتقي فيهم بما يسمونه صدفة هني أكتر ناس بيبقوا وقت بحياتك. شغل عضلات وجهك. بشو؟ بالابتسامة، ما بتكلف شي. المشك الزيبة كتير حلوة وبتنعكس عليك. أولاً تذكر انه بكل علاقة في مشاكل، بس اللي بخلي العلاقات ممتازة هو انك تبقى مع اللي بتحبهم رغم كل المشاكل معهم. روح خبر بعض الناس انك بتحبهم، بعدين يمكن ما تعود تلاقيهم ويمكن يصير التواصل معهم مستحيل. جرب ما يكون عندك هالفوبي. الخوف من التغيير، لأنه رح تضلك قاعد محلك. وانت وناطر بعد الاشياء لتصير، تذكر انه الاشياء المهمة هي اللي بتاخد وقت لتصير. وأكيد اليوم رح تشوف ناس بيطلعوك طلوع طلوع طلوع، وناس بيحاولوا ينزلوك نزول نزول نزول. بليز ما بقى تتأثر بجماعة نزول، خليهم ينزلوا لحالهم. جرب انك ولا مرة تعتبر انك صرت كبير على بعض الاشياء، رح تلاقي الحياة احلى. انه صرت كبير على هاللعبة، صرت كبير على هالظهرة، صرت كبير على هالاكلة، صرت كبير على هالمشوار. كل ما واحد حط هيك هالهاجس قدامه، كل ما قلت نسبة استمتاعه بالحياة. يلا قمنا تنشطنا.